استاذ عبد الله، ما بتحنش لانك تعمل دور تاني من الادوار الريفيه؟ يعني استاذ عبد الله غيث ده كان هيكون عمده مش كده، وقعد لمده 6 سنين في الارض وترك دراسته، وبعدين تحول فجاه ومره واحده لاتجاه تاني خالص، ما كانوش بيعدوك ليه؟ فتحولت مره واحده لاتجاه تاني خالص ما انا كانوش اليومين بيعدوك دول ليه؟ بالعكس، يعني انا بقول لحضرتك زمان فلت من تمثيل الشخصيه الريفيه دي وبقيت ارفض الادوار الريفيه. انا اليومين دول وهذه الفتره وحشاني جدا هذه الشخصيه، ونفسي ارجع للادوار الشعبيه الجماهيريه دي. مش لاقي، بقالي كذا سنه بقول لحضرتك هو التمثيل. طبعا انا بحب الشخصيات التاريخية والشخصيات الدينية، ودي يعني رسالة فنية عظيمة جدا، انما انا كمان كممثل عاوز الون في ادواري. وانا يمكن في مسلسل انا بعتز بيه وحبه حب شخصي، جايز اراء النقاد او الاراء الفنية بتختلف فيه، وهو مسلسل كنت عملته مع المخرج الاستاذ حسام الدين مصطفى، اسمه توالت الأحداث عاصفة، وكنت بعمل فيه ضابط بوليس العميد رشدي بتاع البرادعي، الشهير بالبرادعي. أنا مش البرادعي. أنا عارف إنك مش البرادعي. أنا بحب المسلسل ده جدا. ليه؟ لأنه برضو كانت فيه فكرة خبيثة جدا، تقولك عاوزة يعني أهو زي ما بيقولوا ما لقوش في الوردة إيه، قالوا له أحمر الخدين، قالوا عبد الله غيث ما بينفعش إلا إنه يلبس جلابية أو عمة تاريخية. فأنا حبيت الدور ده جدا لأنه مودرن، لبست فيه بدلة وطلعت كده يعني الحمد لله شيك وظريف. يعني نقدر نقول مين أبرز ناس كان لهم بصمات في حياة الفنان عبد الله غيث؟ والله أبرز الناس اللي كان ليهم بصمات في حياتي يعني هم أساتذتنا اللي يمكن ما درسوليش. أساتذتنا من الرعيل الأول المجيد زي حسين رياض، زكي رستم، يوسف وهبي، محمود المليجي. إنما على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى الحقيقي كان اللي له الفضل الأول عليا برضو أخويا وصديقي وأستاذي حمدي غيث. أقول لك ليه؟ يعني احنا هوين التمثيل مع بعض تقريبا، لان ما فيش فرق كبير بين في السن بيننا وبين بعض. حمدي غيث دخل معهد الفنون المسرحية ورجع، وراح بعثة لفرنسا ورجع استاذ في المعهد ومخرج في المسرح القومي. زي ما حضرتك قلت كنت انا في الايام دي قاعد في البلد، وايام شقاوه بقى وشغل ولاد الليل والبتاع، فلقاني منغمس في حياه غريبه جدا، يعني كدت انزلق فيها الى مهاوي خطيره. فقال لي ايه رايك تخش مع التمثيل؟ قلت له طبعا، ده انا بموت في التمثيل. يعني هو اللي غير اتجاهك؟ ده اكيد. فجيت من البلد وعدت تاني بعد ما كنت يعني واد مرموق قوي في البلد وحاجة وعامل ابو رجالة وانا لسه عيل صغير.